اليوم غتخدموا معنا افتتاح الدورة الأولى أو النسخة الأولى من الجامعة الشبابية المخصصة للشباب الإفريقي الذين اختاروا التكوين بالمغرب والعيش الطلابي بالمغرب. كما كتعرفوا جميع كاين اكثر من 20,000 طالب اجنبي في الجامعات المغربيه، منها 16,000 طالب افريقي. اذا تفكيرنا ماشي تفكير فقط مؤقت او مرتبط باللحظه، بل هو تفكير مرتبط بالتنزيل الفعلي والعملي للسياسه الوطنيه للهجره واللجوء، وللمغرب تبناها في 2013 واحد الإرادة ملكية استباقية باعتبار جات الملك حفظه الله من القادة الأوائل في العالم الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع تعقيدات الهجرة، ودفع المغرب إلى تبني سياسة جديدة للهجرة واللجوء. تنزيل ما خصوش يبقى حبيس المؤسسات أو حبيس المركز في الرباط، تنزيل هي واحد الإرادة مشتركة اللي غتنخرط فيها ومنخرطة فيها الجامعة المغربية، اللي غتنخرط فيها ومنخرط فيها المؤسسات التمثيلية المنتخبين، اللي منخرطة فيها وغتنخرط فيها السلطات المحلية، ومن خلالهم تفاعل مع المجتمع في كافة شرائحه. اليوم بهذه المبادرة القوية اللي عندها بعد مستقبلي واللي كان وعدوا أننا غنعمها على مجموعة من الجامعات المغربية، وبدينا بوجدة عند الدلالة مدينة حدودية منفتحة على إفريقيا حاضرة بقوة في المغرب الشرقي عندها جامعة قوية. وهنا بمناسبة كنشكر السيد رئيس الجامعة الحاضر معنا الأستاذ بن قدور اللي وفرنا كاع الإمكانيات عن طريق شراكة بتنسيق مع السيد الوالي باش يمكن تنطلق هذه اللبنة الأولى واللي غتبقى لبنة تاريخية واللي غتشكل انطلاقة نحو جامعات أخرى مخصصة للشباب الإفريقي. اختيار الشباب الطلابي هو ماشي صدفة، هي رافعة المستقبل، وما يمكنش غدا تكون شراكة جنوب جنوب انطلاقا من خارطة الطريق اللي قدمها جات الملك في القمة 29 أديس أبيبا حول الهجرة، واللي كانت واحد رؤية متميزة، واللي بفعل درس بليغ اللي قدمته إفريقيا للعالم كله، واللي ركزت على ثلاث نقاط. أولا اعتبار الهجرة رافعة للتنمية، هذا تحدي كبير، هذه جرأة كبيرة، في حين الآخرون كما ذكر السيد الوزير كيديروا الأسوار والحدود وكيغلقوا بلدانهم وكيعتبروا المهاجر هو مصدر الأزمة في حين هو مصدر الحلول. ثانيا اعتبار الهجرة هي رافعة للتعاون جنوب جنوب باعتبار أن مشاكل إفريقيا يجب أن تحل برؤية إفريقية وبآليات إفريقية. ثالثا اعتبار الهجرة آلية من آلية التضامن، لأن بدون تضامن ما يمكنش تدبير التدفقات البشرية داخل القارة الإفريقية، باعتبار القارة الإفريقية لها ما يكفي من الإمكانيات المالية والمادية والبشرية لصياغة أجوبة جريئة في التعاطي مع المستقبل. إذن احنا أمام واحد المنطلقات قوية برؤية إنسانية كما ذكرت سابقا بحضور قوي لرؤية الملكية. نعتبر بأن الهجرة بكافة أشكالها سواء كانت هجرة اضطرارية نظرا لوجود مناطق تعيش صعوبات الاستقرار، سواء كانت هجرة نظرا لظروف مناخية نظرا للتحولات المناخية، أو كانت هجرة اقتصادية، يجب أن تكون الأجوبة ببعد إنساني ما دام أن العيش المشترك هو الجواب الوحيد على كل التحديات. نعم ذكرها زميلي السيد الوزير واللي جا خصيصا باش يشرف على انطلاق اول جامعه شبابيه افريقيه في المغرب، واللي رساله بليغه باعتبار بلد مالي هو الاخر منفتح على محيطه ومنفتح على كل القاره الافريقيه. فقررنا باش نفتتحوها جميعا باش نقدموا هذه الرساله البليغه للجميع ومن خلالكم الراي العام المغربي الافريقي العالمي، بان بدون حلول وطنيه والمغرب نزل سياسه الهجره، بدون حلول جهويه ما يمكنش تغلق الحدود بل خصها تكون مفتوحه لان خص تعاون ديال الطرفين، وبدون حلول قاريه والمغرب حاضر
برؤية إفريقية وبين الحلول الكونية. والمغرب احتضن أول ميثاق عالمي من أجل هجرة منتظمة دائمة في مراكش، واللي حدث معنا في دجنبر 2018. فإذا هذه انطلاقة استراتيجية برؤية عميقة بتحدي مستقبلي بمحاولة خلق وعي جماعي عند المغاربة وخارج المغرب بأن تدبير الهجرة بتعقيداتها يجب أن يكون برؤية إنسانية تضامنية.